مرحب بيك استاذ ابراهيم المنيسي، تحياتي ليك في البدايه، وكل التحيه والشكر ايضا كمان لكل جمهور ومحبي واعضاء وكل فرد ينتمي لعائله النادي الاهلي. النهارده يوم عظيم في تاريخ النادي الاهلي يدعو للفخر والاعتزاز. النهارده يكون يوم الاعلان الرسمي على عقد الشراكه الخاص بالنادي الاهلي مع الشركه الموطنيه، طبعا شركه اتصالات مصر. مرحب بيك يا مريم، النهارده يوم عظيم جدا، حابه تقول ايه في البدايه؟ مرحب بيك طبعا يا كريم في البدايه، برحب بيك يا استاذ ابراهيم، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن طبعا هاكد على كلام زميلي كريم، اكيد طبعا النادي الاهلي لما بيكون في حدث بيبقى على قدر هذا الحدث، وبيبقى حدث كبير جدا بيضم الكبار. علشان كده بنتكلم النهارده عن توقيع عقد الشراكه ما بين النادي الاهلي وما بين شركه اتصالات مصر، وهي احدى الشركات طبعا الوطنيه الكبرى، وهتكون طبعا اكيد الراعي الرسمي والشريك التكنولوجي للنادي لمده 4 سنوات. طبعا يا كريم اكيد هنشوف يعني مفاجات كتير النهارده في هذا الحدث، هيتم الاعلان عن عدد كبير من الرعاه، وعن كمان اللي هيتم خلال ال4 سنوات دي. هيكون طبعا اكيد حاضر كل مجلس الاداره كاملا اكيد، لان ده حدث كبير طبعا. وزي ما احنا قلنا في البدايه ان النادي الاهلي دايما لما بيكون في حدث بيكون على قدر هذا الحدث، وطبيعي ان شركه اتصالات مصر وهي احدى الشركات الوطنيه الكبرى لما يكون ليها تعاقد اكيد هيكون برده مع اكبر نادي في مصر والشرق الاوسط وهو النادي الاهلي. بالتاكيد يا مريم طبعا يعني بناكد على اكثر من نقطه الحقيقه استاذ ابراهيم، ويمكن مريم طبعا يمكن عارفه هذا الامر، التميز الكبير والمجد العظيم الحقيقه اللي بتشوفه فقط بيكون داخل النادي الاهلي، ده يدل الحقيقه على الخبره الكبيره والذكاء الكبير في التعاقد طبعا مع الشركه المتحده للتسويق اللي دورها كبير جدا، ومنتظرين كمان يا مريم نشوف اكتر من كده كمان. الدور ده بيرجع لمجلس الاداره اللي اجتهد بشكل كبير، لان كان في تحديات صعبه جدا خلال المرحله الماضيه، لكن الجهد في كل الاتجاهات، الجهد بشكل كبير جدا مع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيكون نتيجته في هذا الامر، كل الهدف ان انت ترفع اسم النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فالنهارده زي ممكن ما مريم قالت هو العقد الاكبر والاضخم والاعظم في تاريخ النادي الاهلي، الكل النهارده منتظر بشكل كبير جدا. كان في اجتهادات يا مريم كبيره عن عدد الرعاه وعن الارقام وعن كل الامور دي كلها، النهارده ان شاء الله باذن الله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي هيكون الاعلان الرسمي النهارده بشكل كبير، والكل النهارده هيكون مستمتع، ولابد ان كل عضو النادي الاهلي النهارده يكون عنده فخر كبير جدا واعتزاز كبير جدا يا مريم. مظبوط طبعا يا كريم، وزي ما انت قلت يمكن اللي بيخرج للناس او بيخرج لاعضاء النادي الاهلي، لان طبعا جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي عارفين ان هو مستاهل ارضائهم، مش بيرضوا غير ان النادي الاهلي يكون هو رقم واحد، وده دايما مش بنشوف النهايه بس ولا بنشوف النتيجه، الحقيقه ان النتيجه اللي بيشوفها الاعضاء وجماهير النادي الاهلي طبعا الغفيره ده بيكون وراها مجهود واجتهادات كبيره جدا بتتم لشهور وشهور، ويمكن اكتر من شهور كمان يا كريم، ممكن تصل لسنوات، وده اللي احنا هنشوفه النهارده. وطبعا هيكون لينا طبعا يا استاذ ابراهيم لقاءات اكيد مع الحضور الكبار، طبعا هيكون ليهم راي في هذه الشراكه الكبيره ما بين زي ما احنا قلنا النادي الاهلي رقم واحد في مصر، وايضا شركه اتصالات طبعا اكيد اللي هتكون ليها انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي، لان الحقيقه زي ما احنا عايزين نقول انه فكره طبعا الشركه المتحده للتسويق اكيد كان ليها نظره انه يكون هذه الشراكه ما بين يعني جهتين كبار جدا، وجهتين الحقيقه كل فيهم بيقدم حاجات عظيمه جدا كل في مجاله، فاكيد هنشوف يعني اجتهادات وهنشوف كمان مفاجات كتيره جدا خلال هذا المؤتمر الكبير. كان اختم طبعا سريعا مع مريم، يعني اكيد بنوجه كل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على ما قدم وما سيقدم ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه. الدور المؤسسي الكبير والرؤيه المؤسسيه المستقبليه المميزه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، مطمع الجميع ان شاء الله ان احنا نشوف باذن الله يا مريم اكتر من كده ان شاء الله. بالتاكيد هنكون مستمرين مع كل جمهورنا العظيم ومع كل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي للاعلان بشكل رسمي النهارده عن عقد الشراكه الخاص بين النادي الاهلي وشركه اتصالات مصر الوطنيه. شكرا جزيلا لزميل كريم احمد ومريم سميح من مقر المؤتمر.